راديو أورينت يقدم ملف اليوم السابع. اجتماع مرتقب في باريس لداعمي المعارضة المعتدلة. صالح مسلم، هل يمكن اعتقاله قانونيا؟ أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ملف اليوم السابع، يقدمه لكم محمد الجزار. يمكنكم مشاهدة البرنامج من خلال البث المباشر على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كشف وزير الخارجية الفرنسي جان ماك إيغو عن التزام بلاده دعوة أصدقاء الشعب السوري لاجتماع قريب، وأكد إيغو بأن باريس ستستمر بالضغوطات لإصدار قرار دولي يفرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه الكيماوي، مؤكدا أنها ستقدم قريبا في مجلس الأمن مشروع قرار دولي حول ذلك. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي من اسطنبول، العقيد فايز الأسمر المحلل والخبير العسكري، وينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي فيتشلاف موتوزوف، وسينضم إلينا لاحقا عضو الائتلاف الوطني هشام مروة. مرحبا بكم ضيوف أعزاء. سيادة العقيد، أبدأ معك، يعني كيف تقرأ كل هذه التطورات العسكرية وهذه الهجمة غير المسبوقة على حلب؟ تحياتي لك أخي محمد. يعني الذي يجري في حلب هو إرهاب بكل معنى الكلمة، وإرهاب منظم ضد 300,000 مدني ترتكب بحقهم أبشع الجرائم في القرن 21، وهي القتل جوعا من قبل المجرم بشار الأسد ونيرون حلب بوتين، وكل ذلك بحجة قتالهم للإرهاب. فأي إرهاب يقاتلون؟ يعني للأسف هم الإرهابيون، وهم ليسوا بأفضل حالا من داعش، وهم يقتلون وداعش تقتل، وهم يدمرون وداعش تدمر، وهم يهجرون وداعش تهجر، وداعش تسرق وهم يسرقون. إذن بتصوري هؤلاء ليسوا بأفضل حالا من داعش، ولكن هنا يقتلون بشرعية قاتل مجرم استقدمهم. يعني يقولون أنه استقدمتنا الشرعية، فمتى تنتهي شرعية قاتل مجرم؟ قتل أكثر من مليون من شعبه. يعني الروس يتغنون أنهم أتوا لمساندة نظام شرعي، إذن الشرعية في الأمم المتحدة متى تنتهي شرعية رئيس مجرم؟ عندما قتل أكثر من مليون من 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 شعبه، واستقدم عليهم واستقوى بميليشيات عابرة للحدود عابرة الطائفية. يعني ماذا تختلف الميليشيات التي تحمل يا لرطارات الحسين عن داعش أو عن جبهة النصرة عندما تقتل في السوريون؟ للأسف ما يجري في سوريا وفي حلب خاصة هي مجزرة بحق البشرية، يعني وجريمة بحق البشرية لابد أن يدفع أثمانها، إن كان بوتين أو بشار الأسد أو ملالي قم أو حتى الميليشيات الشيعية. يعني للأسف أي كلام غير مقبول غير ذلك. يعني المجتمع الدولي كله أدان روسيا وأدان النظام، وروسيا تصم أذنيها وتعمي عينيها عما يحدث في حلب. يعني للأسف أنا كإنسان يعني أزعل وأتألم إذا جوع قط ولم يعطى أكله، فما بالك في 300,000 يجوعون وبيد روسيا أن تدخل لهم الغذاء. للأسف روسيا مجرمة بحق البشرية، ورؤساءها وقادتها يجب أن يقدموا للعدالة الدولية. طيب سيادة العقيد، مثل هذا الاجتماع الذي يعني دعا إليه وزير الخارجية الفرنسي، هل يمكن أن يقدم أو أن يؤخر يعني فيما يحدث في حلب؟ أخي محمد، يعني للأسف المجتمع الدولي كله أدان ويراقب، والأمر كله بيد روسيا. بشار الأسد فقد الصلاحية وأعطى البلاد لروسيا، أعطاهم مصفات بانياس اليوم، وأعطاهم مطار حميميم، وأعطاهم الأمر والنهي في سوريا.
إذن المجرم بوتين هو المسؤول الأول والأخير عما يجري في حلب. يعني هذا الأمر ليس ببعيد عنهم. ألو. نعم 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 تفضل تفضل نعم تفضل نعم سيطرة. محمد يعني هالاجتماعات كلها إن كان حدثت والأمم المتحدة يعني ماذا نستطيع أن تتحدث؟ يعني للأسف حتى أي قرار في مجلس الأمن تقف له روسيا بالمرصاد ورفعت 5 فيتوات والسادس على الطريق في سبيل ذلك، يعني تدافع عن نظام مجرم. أين وجه بوتين من الدفاع عن إنسان قتل 1,000,000 شخص من شعبه وشرد شعبه في شتى أصقاع الأرض؟ للأسف إجرام الروسي لم يعرف التاريخ مثيل له. طيب دعني أنتقل بهذه النقطة إلى المحلل السياسي الأستاذ متزوف من موسكو. سيد متزوف مرحبا بك معنا. يعني كل الدنيا كل العالم يتحدث عن إجرام هذه الطائرات التي تقصف حلب، استهداف المشافي، قصف المدارس، الأحياء السكنية، إلا روسيا لا تعترف بأنها أو بأن النظام، إذا كانت هي لا تقصف لا تعترف بأن النظام هو من يقصف المشافي على الأرض. مش كل الدنيا يتحدثون باراك أوباما، إيشتون كارتر والجماعة في العالم متعاونة معهم. ولذلك إذا نحن الآن ننظر الواقعية على ما يجري في سوريا خلال 5 سنوات، استنتاج بالنسبة إلى واضح مين الذي دمر بشكل مجرم البلد اسمه سوريا. القوة المواجهة للسلطة هو الذي تعتمد على الدعم الأمريكي خلال 5 سنوات ويدمر خطوة بخطوة كل المدن والقرى السورية. أما لا يتم هذه القوة، هو متعاونة مع داعش مع نصر أحرار الشام وغيره. القوة الإرهابية مدعومة من قبل معاناتر الأجنبية وسياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولذلك إذا نحن نعم نلقي نظرة من هو مجرم الذي يدمر سوريا، أنا عندي جواب. هؤلاء الناس الذين متمركزين في سوريا، في تركيا، في فرنسا، في أمريكا أو في بريطانيا، هؤلاء الناس يدمرون بلدهم. هذا جريمة كبرى أمام الإنسانية كاملة. ولا تتكلموا عن مجتمع دولي معكم، لا، معكم القوى الإرهابية العالمية على باراك أوباما محافظين الجود لأمريكا وإسرائيل. ولذلك إذا بدوا تتعاونوا معهم أهلا وسهلا، ولكن روسيا كانت تدعم الشعوب العربية بنداء جدا كل خلال البداية من 56 من حرب السويس إلى حرب أكتوبر إلى حرب الحجيرات، كل هذه المراحل كانت روسيا مع الشعوب العربية. ولا أنا فخور أن هذا روسيا اليوم مع نفس البحث. ولذلك إذا واحد يحلم أنه هو سوف يغير وجهة نظره في العالم، لا، هذا لا يوجد دعما في العالم. مجتمع دولي هذا ليس باراك أوباما، ليست إيشتون كارتر، وليست CIA، وليست بعض المخابرات الأجنبية أخرى. طيب سيادة العقيد تعقيبك على هذا الكلام. أخي محمد يعني للأسف كلام مردود عليه الأستاذ متزوف. يعني هم إذا كان فعلا الإرهابيون من داعش دخلوا إلى سوريا، فروسيا أدخلت إلى سوريا وأرسلت هؤلاء الإرهابيين كما أرسلهم البقية. يعني هم أدخلوهم إلى سوريا وفتحوا حدودهم لهم، يعني أعطوهم الجوازات من أجل المغادرة إن كان هم أو بكل دول العالم لجمعهم في سوريا من أجل إثبات مقولة بشار الأسد أنه يحارب مؤامرة كونية ويحارب إرهابيين من بداية الثورة. جمعوهم وسهلوا لهم الخروج من بلادهم لجامعهم في تلك البلاد ليقتلوا كافة الشعب السوري. يعني موجود 100 إرهابي، 1,000 إرهابي، 500 إرهابي، 5,000 إرهابي. النظام الروسي والنظام للأسف قتل إلى الآن 1,000,000 وجرحى 1,000,000 ومشردين 10 ملايين.
نعم. إذن المجتمع الدولي كله مسؤول عن إدخال الإرهاب إلى سوريا ومنهم روسيا وبقيت إخراج التشيتشينيين وغيرهم من بلادها لتحاربهم في سوريا ولتصبغ الثورة السورية بعملية نعم. الإرهاب كما أراد بشار الأسد مشان يضربوا الصالح بالطالح حقيقة هذا وبقيت هذه يعني هذه المجموعات ظهرت سيادة العقيد هنا تعقيب هذه المجموعات نعم. ظهرت بعد سنتين يعني من انطلاق الثورة السورية هذه المجموعات تماماً ظهرت تماماً أخي محمد كنا نعي هذا الأمر هم أدخلوهم من أجل أن يصبغوا الثورة السورية بالإرهاب ويقتلوا على اليمين وعلى اليسار يعني مثل ما دخلت روسيا الآن تنعت كل من حمل السلاح ضد بشار الأسد هو إرهابي ويجب قتله وتصفيته الآن نعم. دور جبهة فتح الشام بعدها بدهم يجوا على أحرار الشام بعدها بدهم يجوا على جيش الإسلام بعدها بدهم يجوا علي أنا اللي قاعد في تركيا فإذا للأسف نظام إجرامي نظام بوتين نظام إجرامي يعاون نظام إجرامي مثله هذه هي العقيدة الشرقية يعني للأسف لاحظنا حتى إسرائيل عندما تريد أن تقصف منزل إرهابي تبلغ السكان على اليمين وعلى اليسار أنا بدي أقصف هالمنزلات يخلوهم أما العقيدة الشرقية تدمير أرض محروقة لاحظ الأمريكان عندما يقصفوا منزلا لاحظ عملياتهم ممكن أن يسقط مدنيين ولكن معدودين على الأصابع 100 200 500 في العراق وسوريا ولكن للأسف الإجرام الروسي أرض محروقة معروفة السياسة الشرقية والعقيدة الشرقية تجاه الشعب السوري طيب اسحقوا كل من حمل السلاح نظام أسأل بشار الأسد باق وغصب عنكم أسألك سيادة العقيد إلى الأبد ليؤمن مصالحنا إذن اليوم وبالأمس أخذوا مصفات بامياس وأخذوا قاعدة طرطوسية وأخذوا ولكن أبشر يا أخي محمد سنقاتل إرهاب بشار الأسد ونقاتل الإرهاب الروسي طيب سيادة العقيد سيادة العقيد إذا كانت يعني روسيا والنظام وحتى يعني ستيفن ديمستورا يضغطون وبعض الأطراف تضغط يعني باتجاه خروج جبهة فتح الشام من حلب يعني هذه الحجة لماذا لا تخرجون أنتم الجيش الحر هذه الجبهة من حلب ويتوقف القصف كليا انا بدي تزوف هلا على الهواء مباشره لانه هو بمون على بشار الاسد وكان دبلوماسي عنده نعم. لماذا لا تخرجون كتائب النجباء هؤلاء دخلوا بصفة دينية ليقاتلوا إلى جانب نظام مجرم الذين رفعوا على جامع في القصير يا لثارات الحسين إذا أتوا ليقتلوا أهل السنة أتوا من أجل الإرهاب لماذا لا تقتلون الحشد الصفوي الشيعي لماذا لا تقتلون لا تطردون عصائب أهل الحق أما لأن هذه الفئة تساند الشعب السوري وتقف وتمنع القتل عنه تريدون أن تخرجوها ولا تخرجوا الفصائل التي طيب داني تساند النظام واتت علينا من كل صوب وحد عابرة للقارات لا. أجبني عن هذا السؤال طيب دعني أنقل هذا السؤال دعني أنقل هذا السؤال إلى السيد متزوف تفضل يا سيدي طبعا أنا أفهم اللغة العسكرية سعادة العقيد هو يتكلم مثل في حقل القتال ونحن نتكلم عن حل السياسي نعم. الفرق بين اللغة ولغة الكبير ولذلك إذا نحن ننطلق من الضرورة إسقاط نظام اغتيال بشار الأسد نعم. وتدمير الدولة السورية أنا أقول أن هذا تتناسب الكلام متناسبة مناسبة ولكن نحن ننطلق من مبادئ أخرى أنه عرضنا مرارا وتكرارا وقف الإطلاق النار الحدنة ماذا يا سيد ميتازوف بعد أن ينتهي الشعب السوري تبحثون عن حل عسكري عن حل سياسي سيادة العقيد سأعطيك المجال للرد تفضل يا سيد ميتازوف تفضل يا سيدي أولا يتكلم سعادة العقيد حول الموضوع الانسحاب القوى الأجنبية أنا موافق مع هذه النقطة لا مجال للقوى الأجنبية ولا من طرف المعارض ولا من طرف السلطة أنا مع فكرة انسحاب اتفقنا المنظمات المسلحة أجنبية من سوريا لأنه
هؤلاء الناس أتوا إلى سوريا لدعم الشعب السوري لمكافحة الإرهاب. وإذا سيد العسير متعاون مع أحرار الشام مع جبهة النصرة نحن مش مسلمين. نحن أرادنا أكثر من مرة لجيش سوري حر المشاركة والحل السياسي والمشاركة في المفاوضات. وين هؤلاء الناس؟ وين هذا الموقف؟ رفضوا رفض قطع، أعلنوا رسميا أنهم يتمسكون بحرب حتى النهاية. لا يا سيدي، هذا الكلام، هذا الكلام يا 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 أستاذ متزوف، دقيقة يا سيادة العقيد، سيادة العقيد دقيقة بس يا سيادة العقيد، الحر يحارب داعش، سيادة العقيد الذي طرد داعش من حلب والآن يطردهم من الحدود الشمالية في تركيا. طيب نحن قضينا، نحن نحارب على ثلاث جبهات. طيب نحارب العقيد الذي يريد تقسيم سوريا، ونحارب داعش، ونحارب النظام. طيب سيادة العقيد، أنا بس بدي أطرح عليه سؤال يا سيد متزوف، فقط حتى لا تختلط المفاهيم. جيش الإسلام أحرار الشام من الموقعين على الوثيقة الرياض، يعني الدولة المدنية، المبادئ والحل السياسي، هم يؤمنون بالحل السياسي، لكن يبدو أن الطرف المقابل لا يؤمن بالحل السياسي، والدليل هذا القصف الجنوني على حلب. أنا أذكركم يا سيد الكريم، فضل، حول نتائج اجتماع الرياض، اجتمع القوة الائتلاف السوري، والروسيا كانت تراحل المؤتمر في الرياض، وكانت تؤيد الفكرة مشاركة في هذا المؤتمر كل أصناف المعارضة السورية المواجهة للسلطة السورية. نحن كنا مع هؤلاء الناس، ولكن عندما وجدنا أن منظمات المسلحة جبهة الإسلامية أحرار الشام وغيرهم القوى المتطرفة كان يرفض أي فكرة الحوار، هم طالبوا استسلام السلطة أمامهم، وبهذه الفكرة أعطوا إلى الرياض، وما أعطوا إلى الرياض القوى المعتدلة من المعارضة. لماذا تشكل يهيمن ويسيطر اليوم في صفوف المعارضة موافقين على مشاركة المنظمات المسلحة مثل جيش سوري حر وغيرها الذي مستعدا يسمع صوت القيادة السياسية؟ قيادة سياسية مش أمريكية، مش روسية، مش سورية الحكومية، أما في القرار السياسي للائتلاف السوري المعارض. لماذا يفوتون وقل إطلاق النار الحرب حتى النهاية تحت نهاية مين؟ يرفضون الاستعمال وتفاوض لمصير حلب الشرقية بدون مشاركة أي قوة إرهابية، لأن هناك في حلب الشرقية هناك يسيطرون بفكرة جبهة النصرة. طيب أنا بسألك، طيب أنا بسألك، أنا بسألك يا سيد متزوف، أنا بسألك، خليني أفترض جدلا أنه هناك عناصر من جبهة فتح الشام في مدينة حلب، هل يعقل، هل يعقل حتى أنا خلص الناس منهم قوم بإلقاء براميل فيها كلور، غاز الكلور، وقوم بيعني تدمير المدينة، محو المدينة عن الخارطة السورية تماما؟ هل يعقل ذلك يا سيدي؟ هل من عاقل يصدق هذا الكلام؟ أنا أنقل على تقرير الخاص اليوم صباحا من وزارة الدفاع الروسية يقول أن لا غارات جوية لطيران السوري وطيران الروسي على حلب المدينة. مين اللي عم بيخصف؟ طيب مين اللي عم بيخصف؟ امدادات للقوى الإرهابية من الخارج في شمال الغرب، في المناطق الغربية، في جنوب الغرب، يعني يعني طيب بس حتى نفهم، حتى نفهم، يعني الإرهابيين عم يخصفوا بعض. اولا إرهابيين هؤلاء الناس الذين يرفضوا العداء. لا لا أنا فقط، لا لا يا سيد متزوف، حتى يعني يا سيد متزوف أنا عم بسألك مين مين، طيب مين اللي عم بقصف حلب الآن؟ أنا فقط هذه النقطة بدنا يعني نعرفها، مين الآن عم بقصف حلب، أحياء حلب الشرقية؟ كما أنا قرأت اليوم صباحا من إدارة الدفاع الروسية رسميا أن في هناك اللواء القدس الفلسطينية وفرقة قوات خاصة والسورية وبعض المقتلين من
أنصار حزب الله يشاركون في هجوم على حلب الشرقية داخل مناطق وقسموا مناطق معينة. هذا هي التقرير الرسمي يعني. ولذلك إذا هم يحبوا القتال القتال يأتي إليه. نحن أردنا عليهم أن لا تتورط نفسهم إلى القتال. هذا هو الحل. رفضوا. إذا رفضوا شباب أنتم تواجهوا هذا القتال. هذا ليست رغبة ولا سلطة سوريا ولا روسيا ولا حتى أمريكا اليوم يرفض هذا. ونحن ننتظر عند وصول للرئاسة دونالد ترامب نتمنى أن يكون هو يغير وجهته نظر بخصوص الطرق الحل على الأزمة السورية. لا بديل للحل السياسي. لماذا يصرون على القتال؟ طيب القتال يصر قتال سيادة العقيد لماذا تصرون على القتال؟ السيد متزوف ذكر لك قال انه بيان وزارة الدفاع الروسية ينفي نفيا قاطعا ان تكون طائرات روسية او طائرات النظام تشارك في قصف احياء حلب. قال لك انه قوات النظام انصار من حزب الله بعض عناصر ميليشيا حزب الله تشارك في القصف لكن ليس جويا قصفا مدفعيا بالصواريخ. تفضل يا سيد. هذا الامر للاسف انا احترم السيد ميتازوف ولكنه مقتنع بإعلامه فقط. ولو فتحت له باب الجنة ما راح يصدق أنه هاي جنة. للأسف هو مقتنع بإعلامه الموجه. يعني ما فينا نقنعه يا أخي. أنا حاضر له مليون مداخلة على التلفزيون وطالع معه ما بده يقتنع إلا بإعلامه. القصف يأتي من علن يا أخي الكريم. نعم هناك قصف صواريخ وقصف مدفعية وكافة وراجمات صواريخ ولكن الطيران إن كان ما عد نعرف إحنا لا من كثرة الطيران إن كان سوري أو روسي جدلا أن الروسي ما عم يقصف فلماذا ينكر أن الطيران السوري يقصف مدينة حلب من الأحياء الشرقية. للأسف في يوم من الأيام يا سيد بيتازوف بدي أذكرك بشغلة. في يوم من الأيام كلنا صفقنا لروسيا. أنا كنت صف سابع بال73 عندما كانت صواريخ لسكود السام 6 تسقط طائرات إسرائيل. أما اليوم يا سيد ميتازوف فليس لكم محب في كل سوريا واكتسبتم عداء شعب سوريا إلا فئة قليلة التي ناصرتموها وهي أقل من مليون وهم العلويون فقط للأسف هؤلاء فقط اكتسبتموهم أصدقاء وسيزولون ولكن 23 مليون سوري بتصرفاتكم انقلبوا إلى أعداء لكم بسبب هذه الهمجية والوقوف إلى جانب نظام مجرم يقتل شعبه. بيوم من الأيام كلنا صفقنا لكم وصفقنا لروسيا حتى في الأفلام الحرب العالمية الأولى نبكي إذا قتل جنديا روسيا ولكن الآن اكتسبتم عداء الشعب السوري كله. نعم شكرا جزيلا لك سيادة العقيد فايز الأسمر المحلل والخبير العسكري كنت معنا من اسطنبول والشكر أيضا للسيد فيتسلاف متزوف المحلل السياسي من موسكو ينضم إلينا الآن عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروى. مرحبا بكم معنا أستاذ هشام. وزير الخارجية الفرنسي يقول أن فرنسا ستأخذ زمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفائه. هل مواجهة استراتيجية الحرب الشاملة تتم من خلال عقد مؤتمر جديد؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين والمستمعين. السؤال الحقيقة ينبغي لعله أن يأخذ اتجاها آخر. ما هي الوسائل المتاحة لمواجهة الحرب الشاملة واستراتيجية الحرب الشاملة التي يعلنها النظام؟ اجتماع الدول المعنية بمصلحة الشعب السوري أو تعلن صداقتها لثورة الشعب السوري ينبغي أن تعقد هذه الاجتماعات إن هذه الاجتماعات جزء من استراتيجية المواجهة. كما تعلم الفكرة تسبق التخطيط والتخطيط يسبق التنفيذ. فلا بد من الاجتماعات عندما يعني يقع أمر من الأمور يهم مجموعة من الناس. استراتيجية الحرب الشاملة الحقيقة التي يسنها النظام تعني ليس فقط الأصدقاء الشعب السوري أصدقاء ثورة الشعب السوري بل أصبحت تعني المجتمع الدولي كله ذلك أن المجتمع الدولي
او ما يجري في هذه الحرب الشامله هو خطر على الامن والسلم الاقليميين. ما يعمل عليه الان للاسف بابعاده الطائفيه، بابعاده الاستبداديه، بابعاده التدميريه، بسرعان الجرائم الحرب ضد الثورات الشعوب، هذه تستدعي فعلا موقف اكثر من اجتماع لاصدقاء الشعب السوري. لابد من الجمعيه العامه المتحده ان تجتمع وتتخذ قرارات كما يدعو لذلك الائتلاف كثيرا. الاتحاد من اجل السلم يعمل خارج اطار مجلس الامن بعد ان اصبح مشلولا بسبب الفيتو الروسي وعدم القدره على اتخاذ القرارات، تنفيذ قرارات مفيده. طيب استاذ هشام، يعني ما المتوقع من مثل هذه المؤتمرات يعني غير البيانات؟ انا لا اريد الحديث هنا عن البيانات والدعوة لكف هذا العدوان على احياء حلب الشرقيه من روسيا والنظام. على الارض ما الذي يمكن ان يعني تقدمه مثل هذه الاجتماعات؟ إذا استطاعت هذه الدول أن تتخذ قرار بتقديم الدعم اللوجستي والنوع المطلوب للشعب السوري، وأن تعمل على تنفيذه جزئيا أو كليا، وأن تعمل على أن توقع عقوبات على كل من يدعم توجه الاستراتيجية الحرب الشاملة التي ذكرتها في مطلع حديثه، فهذه تعتبر خطوة متقدمة. أن يقاضى هؤلاء المجرمون في هذه الدول، أو أن يكون هناك قرار مجموعة الدول لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة هؤلاء. يعني إذن مستوى الدعم، مستوى الدعم السياسي، الدعم القانوني، وهكذا. نعم. طيب، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا يتوقع من النظام وحلفائه أن يشنوا هجوما لسحق المعارضة بالكامل في حلب قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. أي ضغوط يمكن أن تنفع في هذه المرحلة برأيك؟ الواقع الضغوط قد لا تكون كافية، رغم بدأ السيد غريتوس امبارح ذهب الى موسكو ويريد ان يمارس بعض الضغوط او بعض الحوارات مع بوتين لاجل وقف هذا النوع من الـ من الـ ما يخشاه ديمستورا والمجتمع الدولي من سحق لمدنيين، لمئات الالاف مدنيين في سوريا. وهو امر ليس معقول او مقبول. الشيء اللي بيتخذ كما قلت هو ان يكون هناك تحرك خارج مجلس الامن وتحرك سريع من جمعيه العامه المتحده، تشكيل اتحاد من أجل السلم على سبيل المثال، تشكيل محكمة دولية خاصة. هذه المسائل قد تساهم في الحد من هذه الجرائم. أضف إلى ذلك أن الروس معنيون بأن يستفيدوا من ورقة ملف السوري في مفاوضات أخرى، فلعل يعني يكون هناك تداخل في هذه المسألة في حوارات. طيب، مع الضاغطين. أستاذ مروة، يعني واضح أن عمليات القصف لن تتوقف، لا يوجد أي مؤشرات تدل على أن هناك توقف لهذه العمليات على المدى القريب. ما الذي يضمن يعني أن تتوقف هذه العمليات وألا تنتهي كل المسألة قبل أن يتسلم الرئيس الأمريكي القادم؟ هنا السؤال يعني، والخوف من عملية واسعة قد يعني تعد لها قوات النظام وأيضا روسيا في أحياء حلب الشرقية الآن. يعني لا أقول إن مواجهة عسكرية بين القوى العظمى قد تحد من هذا التوجه، لا، هذا الأمر قد يكون ليس في وارد حتى الدول العظمى في مواجهة هذه الاستراتيجية الشاملة لتدمير أو سحق حلب أو سحق الثورة في المناطق الشرقية في حلب. العمل المطلوب هو عمل قد يكون في مواجهة ما أمكن هذا العدوان الذي يقوم به، تأمين الدعم المطلوب، لو السلاح النوعي الذي يحد من هذه النوعية، من هذه الجرائم، هذه الهجمات. وأيضا في التحرك كما قلت على مستوى استراتيجي، وهو أمر منتج كما قلت، أن يكون هناك تحرك خارج مجلس الأمن لتشكيل قوة تمارس عملية إنقاذ المدنيين وحماية المدنيين. قد يكون هذا أمر محكمة خاصة دولية تعلن اتهامها لمجرمين وتتخذ إجراءات بخصوص محاكمتهم، أيضا هذا قد يكون أمرا منتجا على المدى الطويل. يعني ربما على مدى 6 سنوات لم تنفع هذه الدول، لم تفلح هذه الدول في الوصول إلى هذه النقاط، لكن يعني كما يقول البعض أنه لا يمكن توقع يعني حدوث يعني أمر عظيم بالنسبة للسوريين في الداخل. الآن أستاذ مروة، بعد تسلم الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، هل هناك توقعات بالنسبة إليكم أنتم في المعارضة من أن تقوم هذه الإدارة بشيء مختلف عما لمسناه حتى الآن من إدارة باراك أوباما؟ يعني المحللون لا يتوقعون الكثير المختلف، ولكن أقول علينا أن نتعامل دائما مع الأحداث السياسية على أنها تحديات على السياسيين ومثلي الثورة أن يخترقوها، أن يعملوا ما بوسعهم من أجل أن يحققوا شيئا لمصلحة الثورة السورية، مصلحة الشعب السوري.
من هذه الأمور. بالتأكيد هناك ملفات عند الإدارة الأمريكية الجديدة، هذه الملفات قد تكون على درجة حساسية وقد تقاطع مصالح مشتركة، فعلينا أن نعمل من خلالها. ينبغي أن يكون هناك توضيح للإدارة الأمريكية الجديدة الموقف الواضح والدقيق من أن الروس والنظام غير جادين بالعملية السياسية، وأن محاربة الإرهاب لا تكون من خلال الإرهابيين، وإنما تكون من خلال شريك حقيقي وهو الثورة وقوة الثورة المعتدل. شكرا جزيلا لك من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني هشام مروة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في ملف اليوم السابع. في ملفنا الثاني، أصدرت تركيا مذكرة اعتقال بحق القيادي الكردي السوري صالح مسلم بزعم تورطه في تفجير دموي في أنقرة، وأوردت المذكرة اسم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بالإضافة إلى 50 شخصا آخرين. للحديث حول هذا الموضوع معي من تركيا الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو، وينضم إلينا من شنغهاي الأستاذ كاميران يزيدي الكاتب والمحلل السياسي الكردي. مرحبا بكما سيد يزيدي، أبدأ معك، ما تفسيركم لمذكرة التوقيف بحق صالح مسلم وقادة آخرين؟ مساء الخير لك والسادة المتابعين لضيفك الكريم. مساء النور. بداية الله يخليك، بداية يعني يمكن قراءة هذا القرار التركي ضمن نطاق الحالة الإرباك التي تعانيها السياسة التركية في الآونة الأخيرة، والتي تم صياغة عدة مصطلحات لها في استدارة أو إعادة مراجعة، وإنما هي في الحقيقة فشل ذريع سياسي عسكري تركي في المنطقة نتيجة هذه الإحباطات التي نيت بها السياسة التركية، باتت تتخبط ولا تدري ماذا تفعل. يعني خلينا نرد على بعض الحيثيات. فضل. حيثيات بسيطة. تفضل يا سيدي. العملية الفدائية صارت ب 17 شباط يوم الأربعاء. نعم. استهدفت حافلة عسكرية. يوم 18 شباط خرج عين رئيس الوزراء التركي آنذاك أحمد داود أوغلو. نعم. واتهم شخص سوري من عمودة يدعى أحمد صالح نجار بتنفيذ الهجوم، على أساس أنه على علاقة مع اليتكي وحزب العمال وحزب الاتحاد الديمقراطي. صحيح. في الحقيقة يعني التحقيقات لم تأخذ يوما واحد. يعني هل يا ترى هذه الأجهزة الأمنية التركية إذا كانت على هذه الدرجة من البراعة، لماذا لم تكتشف لحد الآن التحذيرات التي منفذين؟ لا، لكن بعد أسبوع، بعد أسبوع اللي حدثت فيه أستاذ كاميران، بعد أسبوع كان هناك يعني تفاصيل يعني من نفذ هذه العملية، وحتى هناك يعني صقور حرية كردستان يعني على ما أذكر وقتها هي من يعني تبنت هذه العملية. عزيزي، صقور حرية كردستان تبنت الهجوم وأعلنت اسم الشخص الذي نفذ العملية، وهو عبد الباقي سونامز من محافظة وان، يبلغ من العمر 26 عاما، هو الذي نفذ هذه العملية الفدائية. لا. طبعا هي رد فعل طبيعي على الممارسات الوحشية للجيش التركي في المناطق المدنية بعد عمليات التي قام بها الجيش التركي في جزيرة وشرناق والسور، التدمير والقصف العشوائي للمدنيين، هذه كانت رد فعل طبيعية على أهداف عسكرية. نرجع لحديثنا الأساسي. فضل. صالح مسلم أساسا، صالح مسلم شخص سياسي مواطن سوري بعيد عن هذه الأمور كلها، ولكن تركيا تريد أن تزج باسم صالح مسلم كذريعة للتهجم على الوضع الطارئ، الوضع الناشئ في سوريا، كذريعة للتدخل والتأثير في مجريات الأمور. لا يمكن قراءة الأحداث إلا في هذا السياق. لكن أستاذ كاميران، هذه مسألة قانونية وليست سياسية كما يقول البعض، يعني لماذا نخلط نحن بين الموضوع القانوني والموضوع السياسي؟ طيب، أنا معك،
من أسس القانون. طيب حتى لو يخرج علينا متحدث رسمي من وزارة العدل التركية أو أحد المختصين وليصرف الوقائع، إنما على لسان أحد المتحدثين ويسرد لائحة أسماء اتهامية دون أي حيثيات، أي وقائع، أي أدلة، هذه تهمات سياسية بكل وضوح. نعم، يعني هي مجرد أن الجانب القانوني فيها. طيب دعني أستفسر يعني بهذا الخصوص معي من تركيا الكاتب والمحلل السياسي بكير أتجان. سيد بكير مرحبا بك معنا. ما المقصود؟ يا مرحبا. ما المقصود بهذه الخطوة؟ ما الذي تريده أنقرة من وراء مثل هذا الإجراء؟ وهل هو فعلا فرمان سلطاني كما وصفه السيد صالح مسلم؟ هي طبيعي، يعني يجب أن يعرف جيدا صالح مسلم عندما يخدم الدول الأخرى وخاصة الرئيس ترامب المنتخب الممثل يعني للشعوبية بشكل عام، فلا يعارض، ولكن عندما يقول شيء المحاكم التركية يتهم الرئيس أردوغان بالسلطان. نتمنى أن يكون سلطانا، لأننا بحاجة إلى سلطان في هذه الفترة لكي يكون صارما أكثر من هذا على هؤلاء الانفصاليين واللصوص الذين يحاولون أن يكونوا أداة في لقتل وإجرام، تارة في يد نظام الأسد، تارة في حزب الله، تارة في ميليشيات الإيرانية، تارة في يد الولايات المتحدة لتنفيذ مخططاتها، وتارة لإنجلترا لتنسيق مخططاتها، ويدعون بالوطنية والإنسانية ويقتلون أخوتهم إن كانوا أكرادا أو شعوب المنطقة. على سبيل المثال فقط صالح مسلم وعشيرته الذي ينتمي إليها الوحدات الشعبية قتلت أكثر من 6000 كردي في شمال سوريا إلى الذين هربوا من قتل وبسطشي وعلى رأسهم أخوه مصطفى مسلم الذي هرب إلى تركيا. في تركيا يوجد 700,000 لاجئ من أصول كردية من شمال سوريا. للأسف هؤلاء هربوا من بطش وإجرام وقتل صالح مسلم وحزب الاتحاد الديمقراطي البيادي الإرهابي التي يتمثل في شخصيته. لذلك كانت على تركيا أن تأخذ يعني موقفا صارما على ما يحصل هناك إن كانت في شمال سوريا أو حتى داخل تركيا، لأن هذا الإجرام لن تكون فقط في حق الأكراد هناك، وإنما كانت تتمثل في حقوق العرب والمسيحية المتمثلة في الحسكة. معظم المسيحية من سوريانيين وأرمن طردوا من الحسكة، رأس العين هي معظم سكاني عرب طردوا من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية. تل الأبيض معظم سكاني تركمان طردوا من هذا البطش. إلى جانب هناك يوجد أيضا بعض الشراكس الذين أيضا طردوا من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي البيتي، وأيضا هؤلاء الذين قتلوا الوجوه الوطنية من الأكراد وعلى رأسهم مشعل تمو بالتنسيق مع نظام الأسد. قتلوا جميع الوطنيين الأكراد، لذلك هم لا يمثلون الأكراد ولا يستطيعون أن يمثلون هؤلاء الناس، لأن الأكراد وطنيهم، ولكن هم للأسف يبيعون وطنهم وضميرهم لدول تانية لتحقيق مصالحهم الشخصية. ولذلك تركيا وضعت حدا أو تريد أن تضع حدا لهؤلاء، وفعلا وضعت الحد لهم. إذا سيد بكير علينا التفكير جيدا قبل يعني أن نخوض في كل ما يحدث. علينا أن نفرق جيدا بين الأكراد بشكل عام وبين هذه التنظيمات التي يعني تصنفها أنقرة إرهابية. طبيعي، يعني نحن مع الأكراد أخوة. الأكراد في شمال سوريا، في شمال العراق، في داخل تركيا، في إيران، مع كلهم.
ولكن لا نستطيع أن نقول الأكراد كلهم كانوا منتمين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي البي دي التي تتمثل بصالح مسلم أو PKK حزب العمال الكردستاني في تركيا، لأنهم هؤلاء إرهابيين معروفين منهم. لذلك نحن لا نقصد إلا فقط هؤلاء الإجراميين، وسوف يلاحقون في كل مكان حتى تتحقق مطالب الشعب الكردي والتركي، العربي والتركماني، الشركسي والأقليات المسيحية المتكونة من سوريانين وأشوريين وكلدانيين في وحتى اليزيديين. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد بكير أتجان، المحلل السياسي جزيلا. والكاتب، كنت معنا من تركيا. تعقيب سيد كاميران حول ما سمعناه من السيد أتجان. أنا أشكر السيد أطلجان على هذه اللغة، على هذه الخطاب. أتوقع حضرتك السادة المستمعين كمان استشفوا من خلال مداخلته أن الدولة التركية لا تمتلك أي مبرر أو مسوغ قانوني لكل هذه التهمة للسيد صالح مسلم. سيد صالح مسلم قائد تصميم سياسي غير متورط بأي أمور حدثت خارج الأراضي السورية، لذلك هو اتهام سياسي باطن يفتقد إلى أي وجه من الأوجه القانونية. لكن ذكر لك عدد من الانتهاكات سيد كاميران، يعني قال، يعني وضح كثير من الانتهاكات التي تفضل. عزيزي أولا يعني لا أنا بس فقط يعني حتى للأسف الشديد لا والله لا يعني شلون هل رش الحكي يعني شلون مضحك. يعني أنا من مدينة رأس العين، أنا من سجعني عرفت كيف يعني هلا عم يحكي عن مدينة أنا منها، عرفت كيف؟ أنا بعرف الوقائع اللي صارت فيها، كيف تركيا دخلت الجماعات الإرهابية وما خلت نص بالعالم إلا دخلته على مدينتي وطفشت الناس وظل تدعم فيهم، ما خلت إرهابي إلا دخلت إلى رأس العين. بالأخير هلا عم يتحدثوا عن أساسا إذا في دولة بالعالم تحكي عن الإرهاب وتحكي عن تركيا، ما تحكي على هالشيء، لأن تركيا أساسا تشكلت على المجازر وعلى هذه الحقوق الآخرين. طيب. وعلى الطهارة الآخرين. طيب لكن هذه مسألة قانونية والقضاء يأخذ مجرى، هناك أدلة كما ذكر تثبت تورط صالح مسلم، وحتى يعني لا نخلط الموضوع، الموضوع قضائي وليس سياسي. سيد كاميران ما في مشكلة، إيمت ما أظهروا يعني هلأ لو أدلة، يعني إذا كان هناك أدلة يعني أدلة مو مشكلة، الأدلة خليه يقدموها. ولكن أنا من خطاب الإعلام التركي ومنهم خطاب السيد الضيف اللي كان موجود فهمت أنه ما في أي أدلة، عبارة عن لهجة تصعيدية. يعني أنا لاحظت من خلال خطاب ضيفك أنه بالعكس عم يحكي عن الداخل السوري، ما حكى بخصوص سيد صالح مسلم وأي شيء عن الداخل التركي. طيب دعني أنتقل دعني أنتقل إلى سيد يوسف كاتب أوغلو المحلل والكاتب السياسي. سيد يوسف مرحبا بك معنا. يعني هل هناك أدلة جديدة يمكن أن تعلن في وقت قريب بخصوص يعني ما حدث هذا التفجير في أنقرة، واللي اتهم على إثره صالح مسلم بالوقوف وراء يعني مثل هذا الانفجار؟ هذه نقطة. نقطة أخرى كما قال ضيفي أنه وضع أو مذكرة الاعتقال بحق القيادي الكردي صالح مسلم يعني يأتي بسبب السياسة الفاشلة كما سماها لتركيا في سوريا في العراق في المنطقة بشكل عام. تحياتي ومساء الخير لكم. مساء النور. يعني أنا بداية تفاجأت بالصيغة الهجومية لضيفك على تركيا، وأنا أنصح أن يكون نوعا ما يكون حيادي أو يكون يعني ينظر بمرآة أخرى ليس بمرآة المتحامل على تركيا. لدينا في تركيا، نحن لسنا في تركيا فقط للشعب التركي، هناك أيضا أكراد وعرب وغير ذلك، والأكراد تحديدا هم الآن لهم في عهد العدالة والتنمية وفي عهد رجب طيب أردوغان أعطي من الحقوق ما لم يعطوا من قبل تماما. وأهم من هذا كله أن هنالك كانت مصالحة ساندت بها الحكومة التركية وحزب عدالة والتنمية للأكراد. على كل نحن ما يهم الموضوع الرئيسي وهو مذكرة اعتقال مسلم، لأن لولا وجود أدلة
أنه تورط ليس لوحده وإنما أيضا هنالك أكثر من 46 قيادي في أحزاب كردية مسلحة، وكان هنالك حدث أساسي نتكلم عن فعل تم، نتكلم عن تفجير في سباط لهذا العام، نتكلم عن قتلى، نتكلم عن جرحى، هذا فعل تم وليس هو عبارة عن تحليلات وعبارة عن أفكار فقط من باب إلصاق التهم السياسية واعتقال ناشط سياسي. والكل يعرف بأن صالح مسلم هو يعني يمثل قيادة في الحزب البي واي دي الذي هو يعتبر الذراع العسكري لحزب البيكاكا، وحزب البيكاكا هو منظمة إرهابية ليس بالنسبة لتركيا وإنما بالنسبة للعالم أجمع بما فيها الاتحاد الأوروبي وأمريكا. لذلك القضية لا يتم شخصنتها ولا يتم تسييسها، هنالك قضاء وهنالك محكمة وهنالك مدعي عام، وما تم الآن هو بناء على تحقيقات وأدلة. ومهما كان المنفذ أو الأداة المنفذة، هنالك من يخطط لهذه الأداة المنفذة، هنالك مخططين وهنالك مستفيدين، وبالتالي إلى الآن نحن نعاني من تفجيرات لحزب البيكاكا. بالأمس كان لدينا تفجير ومحاولة انتحارية. حزب البي واي دي هو يقول بكل صراحة نحن نعتمد، ونحن رئيسنا هو عبد الله أوجلان، نحن ننهج المنهج المسلح، يعني هذا لا يخفى على عيان. هناك ارتباط طيب لكن بين الحزب الكردي الديمقراطي والحزب البيكاكا. طيب استاذ يوسف، لكن كما يقول ضيفي انه هذه نتيجة طبيعية يعني هذه التفجيرات، مثل هذه التفجيرات للانتهاكات التي تقوم بها القوات التركية في جنوب شرق البلاد. يا أخي هذه يعني مع احترامي الشديد أنا لا أريد أن أتكلم كلام أغلب فيه على ضيفك وأنا لا أعرفه. يعني من قال هنالك دولة اسمها الجمهورية التركية، وهذه الدولة هي لديها قانون ولديها برلمان. فإذا كان هنالك ما نرغب لممارسة العمل السياسي فليس لا يمكن السماح له بأن من خلال التفجيرات ومن خلال الأعمال الإرهابية أن يمارس أي عمل أو يقوم بأي يؤدي أي رسالة. لديه برلمان، لديه أحزاب، حزب سياسي يقوم بهذا النشاط وهو مسموح للجميع. هنالك لدينا الحزب القومي، الحركة القومية، لدينا حزب الشعب الجمهوري، وأيضا حزب الشعوب الديمقراطي. الأحزاب موجودة الآن، ولكن يجب على كل الأحزاب السياسية منها أن تحترم القانون وتحترم الدستور التركي. فما بالك إذا كانت هناك أعمال غير قانونية وأعمال غير دستورية؟ يعني ماذا تتوقع عندما يكون هناك تفجيرات وهناك استهداف للمدنيين؟ يعني ما تتوقع أنه يعني لا تدخل الشرطة، يعني أن لا تقوم الشرطة بملاحقة هؤلاء المسلحين الذين يقوموا بتفجيرات وبيقوم بقتل الشعب الكردي في جنوب شرق تركيا؟ تبرأ من هؤلاء الجماعات. يعني أنا أستغرب يعني هذه العقلية التي تصر على الاستمرار في المواجهات المسلحة. عام 2007 حتى عام 2011 وكان هنالك مبادرة من الحكومة التركية لكل من حمل السلاح أن يلقي بسلاحه، وإذا أصر أن لا يلقي بسلاحه ولا يريد أن يستسلم أن يخرج خارج تركيا. حتى هذه المبادرات تم تدبيرها من قبل الحزب العمال الكردستاني ومن قبل الأحزاب المؤيدة له، وأصروا على المضي في سياسة العنف والإرهاب وحمل السلاح. لذلك تركيا معنية بأن تؤمن الأمن لكل مواطنيها وأن تحمي حدودها لجميع الجماعات الإرهابية. وصلت أستاذ يوسف. أستاذ كاميرون، الرئيس أردوغان قال لماذا سنمضي إلى منبج؟ ليس لأننا متشوقون لذلك، إنما لأن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب هناك، وتابع قائلا بأن هذه الأراضي ليست ملكا لهذين التنظيمين الإرهابيين بل هي لسكانها العرب، مؤكدا عدم نية تركيا استيطانها. إذن لا مطامع لتركيا، تركيا تحرص على عدم تمزيق المنطقة. أستاذ محمد، من سياق الحديث عامة عم تلاحظ من خلال حوار الضيفين عم تفسخ مفهوم أنه هي تهمة سياسية. ما حد قدم دليل قضائي أو دليل ملموس
انما اتهام سياسي، انه حزب الاتحاد الديمقراطي اتهام سياسي فقط لحزب العمال الكردستاني، ونحن مصنفين حزب العمال الكردستاني منظمه ظاهره ارهابيه، مشان هيك مع مذكره، على فكره المذكره طالعه شامله قياده حزب العمال الكردستاني كلها، يعني جميل بايك، دوران كالكان، كلهم. على العموم بدي بس ابعدك شوي عن السياسه مشان تعرف مفهوم حزب العداله والتنميه لنظرته للقضيه الكرديه كيف. بأربعة سنة 4 آذار 2005 وزارة البيئة والغابات التركية في أول حكومة للعدالة والتنمية اعترضت على تقرير للجنة الدولية لعلوم الحيوان المنظمة المسؤولة عن وضع الأنواع والسلالات على مسمى للنوع أو فصيل من الثعالب موجود في منطقة كردستان تركيا يسمى بالتركي يسمى بالإنجليزي ريد فوكس وبالاسم العلمي وولفز كوردستاني. استاذ كاميران بس حتى ما نفوت بكثير تفاصيل، بس حتى ما اعترضت تركيا اعترضت على هذا المسمى واعتبرته انه يمس الوحده الوطنيه التركيه. تصور لهالدرجه هاي، عرفت كيف؟ فتركيا عندها عقده وجوديه من المساله الكرديه، تركيا عاجزه عن تحل المساله الكرديه بينها وبين، يعني تركيا لو اي كردي في موزمبيق في موزمبيق تفتتح مدرسة في موزمبيق تركيا سوف تعترض. تركيا تعترض على سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي لأنه حزب كردي، لأنه تحول إلى قوة، لأنه تحول إلى رقم، لأنه يستطيع مواجهة التدخل التركي في سوريا. لذلك تركيا تحقد على هذا الحزب وتحقد على زعيم هذا الحزب وتصر على تشويه سمعة هذا الحزب. طيب لكن ما جاوبتني على يعني انه تركيا تحرص على عدم تمزيق المنطقه، ويعني ما قاله الرئيس اردوغان يعني واضح انه سنمضي الى منبج ليس لاننا متشوقون الى ذلك، انما هناك حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حمايه الشعب. يعني هنا النقطه ايضا استاذ كاميران، فقط يعني الرجل الاستاذ يوسف قال لك انه هذا قضاء وهذا حكم قضائي وهناك ادله تثبت انه صالح مسلم وغيره، هناك 46 قيادي متورطون في هذه التفجيرات التي وقعت في تركيا، وبالتالي من حق الدوله، يعني انت 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 الان انت الان تحت في ظل دوله، وبالتالي من حق هذه الدوله انه تصدر مذكره يعني ما تراه مناسبا تقوم به تركيا. حلو حلو حلو، بس اعطيني واقعة وحدة قضائية بهالمذكرة اللي عم تحكوا فيها. هذه لائحة اتهامية، ما هي مذكرة، ما في شيء، لا شيء، مجرد انه قائمة اسماء. ترى هذول والله ناس ارهابيين، والله صالح يعني ما في اي دليل، ما في اي دليل للاسف الشديد. اتهام سياسي فقط لا غير. اجيك على نقطة منضج. تركيا بجبروتها وهي رابع جيش للناتو والدعم الامريكي والدعم الاسرائيلي، صار لها اكثر من 30 سنه في مواجهه حزب العمال الكردستاني وهي عاجزه ان تحل الصراع عن طريق العسكري. فلا تتصور تركيا انها ستكون في نزهه عندما تتدخل في منبج وجوار منبج. تركيا سوف تدخل الى حتفها، تركيا ستعاني كثيرا. نعم. وأردوغان يعي هذه النقطة. طيب. لذلك تجده متوجسا يحسب من الخطوة في ألف حساب، يعرف وين رايح هو. يعني مو مشوار سهل. نعم. طيب. الضريبة راح تكون غالية كثير عليهم. أستاذ يوسف، هذه يعني فقط مذكرة فيها أسماء 46-47 قيادي كردي، ويعني لا يوجد أي تهمة حقيقية لهؤلاء، هذه يعني مجرد موضوع سياسي وليس يعني موضوع قضائي كما تتحدثون. يا أخي قبل أن أرد عليك وسؤال مهم تعود له، يعني على ضيفك أن يحترم ونتكلم باحترام إذا ما تكلم عن تركيا. يعني نحن الآن نحاول أن نرتقي بأسلوب الحوار، يعني تركيا تلاقي حتفها، يعني تركيا عجزت عن حزب العمال الكردستاني 30 عام في المواجهات العسكرية. يعني ليش أمامنا، يعني هو الآن هو يتكلم عن أقوى جيش في الناتو مثلا، يعني يتكلم أمام الجيش التركي، تركيا عايزة أن تحل هذه المشكلة. يعني
والا يعني تعودهم ان يكون هنالك سياسه الحديد والنار. يعني 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 تركيا مع الاسف في هذه النقطه هي يعني تحلت بادنى ايات الصبر والاحتمال وان تحل هذه المشكله بجميع الوسائل وان لا تلجا الى 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 قضيه عسكريه بحته. اما الان وبهذه العقليه معناها تركيا لن تلام ابدا عندما يكون هنالك تصفيه كامله لكل من يصر على حبل السلاح وتهديد امنها القومي. لا تلام. لذلك لا تلام ابدا. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اي مجموعه تحمل السلاح بغض النظر كرديه او غير كرديه هي في نظر تركيا مجموعه ارهابيه. لذلك تركيا الان دخلت سوريا تقاتل داعش. والان من ياتي بمجموعة إرهابية أخرى غير داعشية على أساس عرقي أو مذهبي أيضا ستقاتله تركيا. إذا كان هناك تهديد الأمن القومي التركي، لدينا نحن أعترض على كلام ضيفك الذي هو لا يعلم بالسياسة التركية. واضح لدينا أكثر من 7 وزراء أكراد، لدينا أكثر من 60 نائب في البرلمان كردي في حزب العدالة والتنمية. يعني هو الآن يتكلم وهو يتكلم كأنه ممثل عن الأكراد. يعني هذا كلام غير معقول. لذلك يجب أن يكون يراعي الدقة في كلامه عندما يتكلم عن تركيا ويتكلم بمعلومات دقيقة. أرجع لسؤالك. 30 ثانية، معنا 30 ثانية فقط أستاذ يوسف، تفضل. يعني السؤال هو التالي يطرح نفسه، ما القهوة بالتفجير إذن؟ إذا كان هنالك اعترافات من أكراد وكانت هنالك منظمة فرعية تابعة للحزب البيكاكات هي التي كانت وراء الانفجار واعترف احد المنتمين لها، وهذه الاعترافات ادت الى اعترافات متتاليه. ما الذي يجب ان تفعل تركيا؟ هنالك تفجير تم وهنالك قتلى وشهداء وضحايا. وبالتالي على تركيا ان تحقق، وعلى تركيا ان تجمع الادله، وعلى تركيا ان تقوم باستجواب وبجلب وتوقيف كل من يكون انه مشتبه به او متورط. هذا اجراء طبيعي في اي دول في العالم. ونقطة أخيرة أنهي بها، تفضل. يجب على من يتكلم على تركيا أن يحذر غضب تركيا، لأن تركيا يعني ليست هي الدولة التي يتم تحديها من قبل مجموعات أو جماعات مسلحة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، وكان معنا أيضا السيد بكير أتجان المحلل السياسي، وأيضا شكر موصول للأستاذ كاميران يزيد الكاتب والمحلل السياسي الكردي من شنغهاي. إذن مستمعينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم ملف اليوم السابع، كان معاكم من الهندسة الصوتية إياد شطر.